وإلى متابعة أخبار المنتخب الوطني، حيث أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه تم الاتفاق مع شركة الطيران الراعية للمنتخب على تخصيص طائرة خاصة لنقل الفريق إلى سويسرا لخوض معسكر الإعداد لكأس العالم في مارس المقبل. وأضاف لهيطة أن معسكر المنتخب يقام في مدينة زيورخ السويسرية في الفترة من 19 حتى 27 مارس المقبل، ويتخلله مباراتان وديتان أمام البرتغال واليونان يومي 23 و27 مارس المقبلين. نبقى مع إيهاب لهيطة الذي أكد أن اتحاد الكرة تلقى أكثر من عرض لخوض مباريات ودية أمام الأرجنتين وكولومبيا في مايو ويونيو المقبلين، إلى جانب عروض لإقامة معسكرات بأسبانيا وفرنسا والنمسا. وكشف لهيطة مدير المنتخب الوطني أنه لم يتم البت في العروض المقدمة حتى الآن، وأنه سيتم تحديد مكان معسكر المنتخب عقب حزم وديتي مايو ويونيو المقبلين، حيث يتحدد على أساسهم مكان المعسكر. وإلى متابعة الأخبار المحلية، حيث وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ 7,770,000 جنيه لهيئة استاد القاهرة، وذلك سداد مديونات عدد من الاتحادات الرياضية تجاه هيئة الاستاد نظير استخدامها لمرافق استاد القاهرة في البطولات والاحتفالات والفعاليات الدولية والمحلية. ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الأولى بمبلغ 1.7 مليون جنيه، على أن يتم صرف باقي المبلغ على دفعات بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة. ويأتي هذا الدعم في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة من أجل التخفيف ورفع قدر من الأعباء المادية عن كاهل الاتحادات الرياضية. كشفت شركة برزنتيشن سبورت اليوم بتفاصيل ماراثون زايد الخير المقرر إقامته في الأقصر يوم 19 يناير الجاري ضمن فعاليات عام زايد في الذكرى المئوية للشيخ زايد بن سلطان النهيان. وأشارت برزنتيشن التي ترعى الماراثون إلى أنه سيقام بمشاركة 3000 مشارك يقطعون 11 كيلومترا في محيط معبد الكرنك، وتم الاتفاق على تخصيص قطار كامل ينقل المشاركين في العودة إلى القاهرة وباقي المحافظات، على أن تكون الإقامة في فنادق الأقصر بأسعار رمزية مع توفير عدد كبير من سيارات الإسعاف لتدخل في أي حالة طارئة.